بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لازلنا في أخبار أفضل النساء وخيرة النساء رضي الله عنهم وأرضاهم. ثاني امرأة دخلت في الإسلام بعد سيدتنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها هي زوجة العباس وأخت أم المؤمنين ميمونة، سيدتنا أم الفضل رضي الله عنها وأرضاها، واسمها لبابة الكبرى، أم الفضل لبابة الهلالية. وهي قد دخلت الإسلام في أول بداية دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك عرفت بأنها ثاني امرأة دخلت في الإسلام. وزوجها العباس يقال أنه كان قد دخل في الإسلام في أول الأمر، إلا أنه كان يكتم إسلامه، وذكر العلماء لذلك كثير من الشواهد. الذي يهمنا ذكر أم الفضل، وهي التي تسمى بأم النجباء، لأنها أنجبت لسيدنا العباس 6 من الأبناء كانوا كلهم نجباء: الفضل والذي تكنى به، وعبد الله، وعبيد الله، وقثم، وعبد الرحمن. هؤلاء الذين كان لكل واحد منهم بعد ذلك دور مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدتنا أم الفضل اشتهرت بالشجاعة وبالحكمة والموالاة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من قصصها الطريفة وشجاعتها أن أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو يحكي أنه عندما بعث صلى الله عليه وآله وسلم كان من أول من أسلم أم الفضل والعباس، وأن العباس كان يكتم إسلامه وكان غلام عندهم. فيقول لما عاد أبو سفيان من غزوة بدر إلى مكة المكرمة وقد أصاب قريش الخزي، يقول فجاء فأقبل عليه أبو لهب فقال: ما صنع القوم؟ فقال له: والله ما أن قابلناهم حتى أسلمناهم أكتافنا، يعني فعلوا بنا الأفاعيل، ورأينا منهم رجالا. فأخذ يصف وصفا غريبا. فهذا أبو رافع كان غلام ضعيف مسكين، قال فما أطاق وخرجت منه الكلمة، رفع الستار الحجرة فقال: أما إن هؤلاء هم الملائكة. فجاء أبو لهب ولطمه لطمة في وجهه حتى أوجعه، فغضبت أم الفضل فأخذت عمودا من البيت وخرجت فضربت أبا لهب في رأسه حتى شجت رأسه شجة شديدة، وقالت رضي الله عنها وأرضاها: قال استضعفته أن غاب عنه سيده؟ يعني في حريم هنا، لا تظن ما وراه أحد. فمن العجب أن هذه المرأة بهذه الشجاعة وتجابه واحد من الصناديد الكبار مثل أبو لهب. وأبو لهب طبعا معروف، أبو لهب هو صهرها، هو أخو العباس، إلا أنه لما أنه كان على الكفر والمحاربة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قابلته بهذه المقابلة الشديدة. وأبو لهب ما فتر بعد هذا 7 أيام حتى مات. وقال أنه أصابته ضربة أم الفضل هذه، وأنه مرض بعدها بمرض في 7 يوم توفي. أم الفضل كذلك لها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مواقف، منها أنها رأت رؤيا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن عضوا من أعضائه دخل بيتها فقال: إن فاطمة يولد لها ولد فترضعينه بلبن قثم ولدك. فولدت سيدتنا فاطمة الحسين فأرضعته أم الفضل، فهي أم الحسين من الرضاعة رضي الله عنها وأرضاها. وجاء أنه مرة من المرات قد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحسين وناولته الحسين فبال على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذته وقرصته قرصة فبكى، قال: يا أم الفضل، لقد آذيتني في ولدي، أبكيت ولدي. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحب أن يرى بكاء حسن وحسين أبدا عليهم سلام الله تعالى. أم الفضل من عقلها وحكمتها قالوا أنه لما كان في حجة الوداع
أن تمارى الناس هل النبي عليه الصلاة والسلام صائم أو أنه غير صائم. يعني هكذا الناس يقولون صائم، ناس يقولون غير صائم. فمن حكمتها فجاءت بلبن إليه صلى الله عليه وآله وسلم فقدمته فشرب منه، فعلم الناس أنه غير صائم، فما أحبت أن تسأله فيكون السؤال فيه شيء من الفضول، فاستعملت هذا الأسلوب لحكمتها ولعقلها ولأدبها رضي الله عنها وأرضاها. روت سيدتنا أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث قراءته بسورة المرسلات في صلاة المغرب، أنه عليه الصلاة والسلام لما مرض المرض الذي توفي فيه خرج مرة صلاة المغرب فصلى بالناس فقرأ لهم بالمرسلات، فما سمعت بعد ذلك قرأ أو خرج عليه الصلاة والسلام. وكذلك من أخبارها مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام مرت به مرة فقال لها يا أم الفضل إنك حامل بغلام، فبشرها صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحمل. فلما وضعت هذا الحمل جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فألباه بريقه، أي حنكه صلى الله عليه وآله وسلم بريقه، وهذا هو حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس، بشر به رسول الله قبل ولادته وحنكه بريقه ودعا له غلاما صبيا بأن الله يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، فكان بعد ذلك عبد الله بن عباس الحبر والحجة والترجمان للقرآن رضي الله عنه وأرضاه. وهذه سيدتنا الأم الفضل أولادها تفرقوا في البلدان، عبد الله في الطائف وقثم هناك في أرض روسيا والفضل بالمدينة، تفرقوا في بلدان كثيرة وكان كلهم اشتهروا بالنجابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وتوفيت رضي الله عنها وأرضاها في خلافة سيدنا عثمان بن عفان، وكان لها هذه السيرة الكريمة التي خلفتها. نسأل الله أن ينفعنا بها وبما سمعنا من أخبارها وبجميع عباد الله الصالحين، آمين اللهم آمين.